وفي تاريخ النادي الاهلي كان عنده حفله سنويه ودي كان غالبا بتعمل في الاوبرا. اوكي. كان في شهر ابريل. كانت بتتناسب مع مناسبتين، عيد النادي الاهلي في 24 ابريل. ودايما كان شم النسيم. فكانت بتتعمل حفله واحده. لكن هو المثير ان النادي الاهلي يعني مثلا لما تسمع يوسف وهبي يقول لك ان انا اول مونولوج قلته في حياتي كان عندي 12 سنه. 12 سنه، ولما تسمع المونولوج لما هو قاله وهو كبير، لا مونولوج طفل اللي بيقوله. طيب هو كان مواليد كام؟ 1898. لما ترجع لتاريخ الاهلي تلاقي اول حفلات بدات فعلا 1910 في النادي الاهلي. وكان كان دايما بيتعمل حفله شهريه وندوه اسبوعيه كان بيعملها فكري بيها باظه وخد البشاوي بعد كده طبعا. فمثلا هقول لك على حاجه، كان في فريق تمثيل في الاهلي، كان في مين مثلا؟ كان في حسن فايق. طبعا حسن فايق معروف الكوميديان الجميل. الكوميديان الجميل. كان في الممثل الكبير احمد سالم. طبعا احمد سالم كان درس طيران في انجلترا. وكان ممثل لو احنا نفتكره كويس عمل فيلم الماضي المجهول مع ليلى مراد. وطبعا بعد كده اتجوز مديحه يسري وكريمان، وهو اكتشف كريمان على فكره. اوكي. كاميليا، اسف، اكتشف كاميليا. ده الفنان احمد سالم. الفنان احمد سالم ده كمان حاجه، احمد سالم هو اول واحد في لما افتتحت الاذاعه المصريه قال هنا القاهره. طبعا. وبعد كده هو اللي طلعت حرب كلفه يعمل استوديو مصر. فكان ممثل ومخرج. طبعا. كمان كان عندنا برضو في النادي الاهلي عبد الوارث عصر من ضمن فريق التمثيل، بتتكلم في الثلاثينات. وكان في فريق تمثيل اللي في النادي في النادي الاهلي. اوكي. لسه. طب كان عندنا، كان في حد تاني بقى كان بدا حياته مونولوجيست وبقى فنان كبير قوي. مونولوجيست. كان انور وجدي. يا. طبعا انور وجدي بدا مونولوجيست في النادي الاهلي. المعلومه دي جديده علينا. اوكي. وعلى فكره بعد كده كان دايما بيحضر المباريات النادي الاهلي مع ليلى مراد، ومش بس الماتشات، لا ده كانت في صور ليه في حمام السباحه بيتابع المسابقات السباحه. أوكي. يعني كان عضو قديم. كان في كمان بقى محمد عبد القدوس. محمد عبد القدوس والد الجد كام على الكاتب الكبير احسان عبد القدوس. اوكي. وطبعا محمد عبد القدوس كان له لقطه شهيره قوي في فيلم ليالي الحب مع عبد الحليم حافظ وعمير فريد، اللي هي لقطه اللي كان مليونير اللي غنى له عبد الحليم يا سيدي امرك امرك يا سيدي. اوكي. ده برده كان ده على فكره محمد عبد القدوس كان رئيس فريق التمثيل في النادي الاهلي. ويعني دي من الحاجات حلوه الاغنيه دي انا فاكراها. طبعا بحبها قوي. في حاجات كتيره كانت في تاريخ النادي الاهلي، يعني مثلا حتى لما جينا بعد كده كانت دايما الست ام كلثوم بتغني في ليله العيد. ودي مش مره ولا اتنين، اغلب الاغاني الدينيه اللي غنتها ام كلثوم كانت في ليله العيد الكبير والصغير في النادي الاهلي. حلو. كان سنويا ليها حفل سنوي. أوكي. او مرتين في النادي الاهلي. عبد الحليم حافظ لما غنى زين النوادي. وغنى في النادي الاهلي اول لقطه، اول اغنيه لما غنى اول مره اغنيه حبيبها كانت في النادي الاهلي. اول مره ليها كانت في النادي. وكان معاه اغنيه انا كل ما اقول التوبه، بس كانت ثاني مره يقولها. برضه كانت نجاه الصغيره لما غنت عيون القلب وغنت ايه زنوق برضه في النادي الاهلي. كان في ليلى نظمي ودي عملت اغنيه للدوري. وكان محمود شكوكو. طبعا. حاجه ثانيه بقى الفنانه الكبيره شاديه. شاديه كان لها وضع مختلف شويه، هي كانت عضو النادي الاهلي. وساعه ما اول مره كانت في فريق التمثيل وهي صغيره، لما بدات اول تعاقد ليها عشان تبقى ممثله عملوا لها حفله في النادي الاهلي. لشاديه دي بنت النادي الاهلي اللي بقت ممثله.